السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم صحيحتكم لاباس اموركم مزيانه كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم غادي نقول لي اول مره كتشوف القناه مرحبا بك معك هاجر من قناه ام ريان كنتمنى من قلبي انك تشتركي معايا هكا باش دائما توصلوا بالجديد ديالي اليوم ان شاء الله وباذن الله كبداو حلويات العيد غنتشارك معكم اول اقتراح اللي هو الغريبه ديال الكوكو غريبه زمان اللي دائما كتبقى عندنا في الموائد ديالنا في العيد صراحه زوينه بزاف وكتجي معلكه وبنينه وسهل منها ما هنا غنبدا لكم اول حاجه بالمقادير والطريقه في نفس الوقت عندي هنا ثلاثه ديال البيضات مع كاس لاروب ديال السكر سنيده غنديروا معاهم القشور ديال جوج حامضات اذا كان عندكم البيض كبير استعملوا غير جوج ديال البيضات كان عندكم البيض صغير ديروا ثلاثه بحال اللي درت انا هنا غادي نطربوهم مزيان مزيان مشيت نرب هكا يداوي انا هنا راني مسرعه الفيديو راني كنت خدامه غير بشويه عليا وليس كان كنبغي نسرع البنات هكا باش يجيكم الفيديو قصير وما يجيكمش طويل بزاف وما ممل يعني في خمسة دقائق كنظن ان خمسة دقائق ماشي شي حاجه كثيره اللي غياخذها بنادم من وقته هكا ويجي يشوف هكا هاد الحليوه هذه المهم هنا البنات غادي نضيفوا زلافه ديال الكوك وكاس لاروب ديال الزيت نفس الكاس اللي عبرت به السكر سنيده كنديروا الكوك هو الاول وكنحاولوا نمزجوه مع السكر والزيت والبيض والقشور ديال الحامض من بعد عاد كنبداو نضيفوا السميده شويه بشويه دائما دخلوا الكوك هو الاول حاولوا تاخذوا الكوك اللي كيكون من نوعيه جيده يعني الكوك اللي كتقلبوه ما بين الصبعان ديال ايديكم وكتلقاوه ميدم ومن الافضل يكون الكوك اللي مطحون يعني رقيق ولا كان لقيتوه بزاف حاولوا تعاودوا تطحنوه نتوما شويه هكا في الدار من بعد هنا كيف مشتو معايا غنضيفو معلقه كبيره او جوج معالق كبار ديال مربى المشمش او مربى البرتقال اللي كيعطي واحد التعليكه لهاد الحلوه هذه من بعد غادي نضيفو ليهم سميده رقيقه سميده ديال الحرشة اللي كنديرو بها الحرشة ماشي الفينوا البنات كنقول لكم سميده رقيقه اللي كنديرو بها الحرشة كنبداو نضيفو كميه بكميه وحنا كنعجنو فهاد هاد الحلوه يعني كنجمعوها ما كنعجنوها ما كندلكوها ما والو غير يعني كنبداو نضيفو السميده وكنخلطو حتى كتجمع ضفت جوج ديال الخمارات من فئه 7 غرام يعني المجموع ديال الخماره هو 14 غرام صافي هنا كيف ما كتشوف معايا كنحاول ندخل ديك الخماره القوام ديالها كيجي على هذا الشكل هذا خليتها ارتاحت واحد خمسة دقائق ومن بعد بديت كنكورها وكنفندها في السكر كلاصي كنحاولوا نهزوا كميه كثيره ديال السكر من الفوق او كندخلوها للفران اللي كنشعلو عليها من الفوق حتى كتشقق من بعد عاد كنهبطوها كطيب من التحت كنتمنى يكون مفهوم يعني ونكون شرحت ليكم زيان. ما لكم مزيان المهم بعد ما كنديرو الحلوه كيف ما قلت لكم السكر اللي كيكون سبيسيال حاولوا تاخذوا السكر كلاصي اللي ما يتحرقش في الفران انا كناخذ من بيم الثمن ديال 5 دراهم باكيه يمكن فيها 500 غرام صراحه زوين بزاف وما كيتحرقش ليا نهائيا في الفرن كنحاول نهز واحد الكميه من الفوق كيف ما كتشوفوا في الفيديو موضح ونعود نشرح لكم طريقة ديال الطياب في الفران كيف ما قلت لكم البنات كنديروها من الفوق حتى كتشقق على هذا الشكل هذا ومن بعد كنهبطوا اللاطه باش كنكملوا ليها الطياب من التحت صراحه هذه هاد الحلوه هذه حلوه زمان بنينه لذيذه وكتبقى راقيه دائما وشوفوا لي السكر ما تحرق ما والو تبارك الله جات مفقعه محلولة، مشقه وحنا دائما ملي كنشوفوا الحلوه كتشقق ولا الكيكه كتنفخ كنفرحوا صافي كانت هذه هو الاقتراح ديالي كنتمنى انه ينال اعجابكم وصراحة أنا قناتي ماشي قناة طبخ ولكن هنا كنتشارك شارك معكم حلويات العيد جات نوبتي نشارككم <applause> معكم علاش لا <applause> أنا ما كان صابلي صاب وما مفكرش لأن صراحة كيجيني فيه القوام كتير وفيه يعني شوية ديال تمارة فكان بحال هاد الغريبة لأنهم كيجوني أسهل منهم ماكين كين صوبت هادي وإن شاء الله غنشارك معكم في الفيديو الجاي الغريبة ديال الكوكو اللي كتجي مع راقية ركزوا لي على المعلكه المهم <applause> ركزوا لي عليها الصراحه والله الا هاد الغريبه تاع البنات كيجيو ساهلين غير نوضو زعما اللي ما عندهاش الكوك تمشي تقدا واللي ما عندهاش السميده تمشي تجيبها وصاوبي لي اختي هاد الحليوات راه سهل منهم ما كاين المهم آه صافي بالنسبه للصابلي كيف ما قلت لكم انا ما غاديش نصايبو اختي ما غاديش نصايبو مازال دوك ديال الشكلاط والكوك اللي كنت واحد العام كنت شاركتو معكم صراحه هادوك ساهلين المهم انا كل ما هو ساهل هو اللي غنتشارك معكم وصافي هنا كنوريكم غير حليوات ديال اللوز هادو كنت خديتهم شحال هذا ماشي ديال دابا آه اما ديال هاد العيد ان شاء الله باذن الله غنمشي ناخذهم هاد الاسبوع يعني كنمشي كنخلص الباتيسري اللي كنتقدم من عنده اوكي كتب لي ورقه فيها سميتي وكنيتي مني كتكون هكا ليله العيد كنمشي كناخدهم وكنجيبهم وكنجي يعني ما كنشد لا صف لا والو الا بغيتو هكا نبارطاجي معكم الباتيس اللي غادي ناخد من عنده مرحبا علاش لا نفس هاد التشكيلات اللي كتشوفوا دابا هما اللي غادي ناخد ان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم للعيد ان شاء الله يا ربي يا ربي تجيبوا لينا بالصحه والسلامه والرزق وطول العمر واللي في خاطر شي حاجه يا ربي الله يحققها ليه والله يخلينا بصحيحتنا هادشي الشيء اللي غادي نطلبوه البنات وهنا غنقول لكم السلام عليكم خليتكم في امان الله وحفظه نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد كيف ما وعدتكم اكيد اكيد غنتشارك معكم غريبه ديال المعلكه البنات آه غنقول لكم قبل ما نسد الفيديو ما تنساونيش من لايك راه ما غتخسروا والو البنات اللي اول مره كيشوفوا القناه ما غتخسروا حتى شي حاجه الا معايا في القناه ديالي يلا بسلام عليكم خليتكم في امان الله وحفظ